السلام عليكم، أنا محمد من قناة إيفوي وهذا ملخص أخبار الأسبوع يوم الخميس بتاريخ 30/5/2019. وعدنا بعض الأخبار السريعة. الإعلان عن ريبوت لجزء Call of Duty Modern Warfare الأصلي، واللي يعتبر الجزء اللي بدأ نجاحات سلسلة Call of Duty. وكالعادة هذا الجزء بيكون من تطوير Infinity Ward كما جرت العادة مع سلسلة Modern Warfare، واللي بقادمة في 25 أكتوبر هذه السنة. ورشة Overwatch أصبحت متوفرة لكافة اللاعبين على PlayStation 4 و Xbox One والبي سي. وإذا بدك تعرف أكثر عن ورشة Overwatch تقدر تشيك على الفيديو الموجود فيه علامة التعجب. تأخير فيلم سونيك إلى سنة 2020 بعد الانتقادات اللي تعرض لها. يوبيسوفت تسرب بالخطأ دليل على عملها على خدمة اشتراك مشابهة لخدمة EA Access، ومن المتوقع الإعلان عن هذه الخدمة في E3 القادم. بانجي تستعد للكشف قريبا عن مستقبل لعبة ديستني. سكوير إنكس تؤكد الكشف عن تفاصيل لعبة مارفل أفينجرز في E3 القادم. الإدارة الأمريكية تقترح وضع 25% رسوم جمركية تشمل الألعاب وأجهزتها وأمور أخرى. الشيء هذا ممكن يتسبب بارتفاع أسعار الأجهزة. صح أن الشيء ممكن ما يأثر على سوقنا، ولكن ممكن شركات سوني ومايكروسوفت وحتى نينتندو تتخذ إجراء بتوحيد الأسعار في كافة أنحاء العالم لو تأثرت الأسعار في أمريكا بس. يعني ممكن الألعاب تصير بدل ما تكون $60 ممكن تصير $70 أو $80، ننتظر ونشوف. لكن حتى الآن هذه مجرد اقتراحات واتمنى ما تتطبق بصراحة. الإعلان عن سونيك مانيا إلى جانب Borderlands The Handsome Collection، واللي كلها بتكون متوفرة في قائمة PlayStation Plus القادمة. سوني تؤكد التزامها وثقتها بالVR، وتؤكد استمراريتها بدعم إلى ما بعد PlayStation 4. الإعلان بشكل رسمي عن أول جيم بلاي للعبة نيو 2، وصرت تقدر تسوي شخصيتك الخاصة. عرض جديد للعبة Death Stranding، وفي آخر العرض حصلنا على موعد إصدار رسمي بيكون في 8 نوفمبر 2019. وهذا الأسبوع ننصحكم بمتابعة قناة Planet B612، واللي تتكلم عن أمور مختلفة من ضمنها الألعاب والأنمي بأسلوب جميل جدا وواضح. يعني يتكلموا عن مراجعات، استعراضات، قائمة توب 10، أشياء مختلفة، فاستاهلون الدعم. ويعطيكم العافية، نراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.